خفيف نضيف مع كارلا واتصالاتكم وأجوبة على بعض الإيميلز والواتساب يلي وصلنا. صباح الخير. صباح النور. اشتقنا. اشتقنا جوزيف، شو الأخبار؟ تمام تمام كله منيح. يعني دايما بجعبتنا لألك بيكون أسئلة. أسئلة رح نبلش. أول سؤال هي عن النفخة اللي هي بالفعل صحيح مشكلة كتار من كتار من الأشخاص، وخاصة يعني جوزيف عم بلاحظ مؤخرا خلال السنين إذا بدك الكم سنة اللي عم تقطع أنه الأشخاص اللي عم تشكي من النفخة كتار بغض النظر عن الأعمار أو عن إذا كانوا سيدات أو رجال. وعنا سؤال وصلنا عبر الواتساب، شو نصايح في أعطيها للنفخة حتى مع الأدوية ما عم ترتاح؟ أول شيء بدي أقول أنه النفخة عندها أسباب كتيرة، كل شخص عنده سبب خاص فيه، وما في يعني ما فينا نعرف، حتى الطبيب يعني صعب يشخص السبب الأساسي. هلا طبعا بيعملوا كثير من الفحوصات، بيعملوا نادور وقصص ثانيه لحتى يبين اذا في شيء معين. هيدا دائما لازم نقرر انه ما في شيء خطير عم بيسبب النفخه، ونرجع للاشياء اليوميه يلي اهم شيء ننتبه لها انه ما نقعد بلا اكل. وقت نبقى فتره طويله بلا اكل بيعبي جهاز الهضمة هواء، وهيدا بيزيد من النفخة. بعض الأشخاص بيقولوا بلا ما أكل لما أنفخ. بالعكس، عدم الأكل كمان هيدا شيء ما منيح، يعني ما بترك حالي أكثر من 5 ساعات بلا أكل. المشكلة الثانية جوزيف، وأكيد أنت بتلاحظها، وقت الواحد ما بيكون عم ياخد وجباته بوقت معين، يعني صحيح. يوم بتروق 8 يوم 10 يوم بتغدى 2 يوم 4. بس هيدي حكما، يعني هيدي حكما بيوعى نفسه. من هيك للأشخاص اللي هالقد مزعوجين بدهم يجربوا، بدهم يقصدوا انه تقريبا ياكلوا على الوقت. هلا ما عم بقول 8 ودقيقه كل مره ترويقه، بس فيها تكون مثلا بين 8 و 8 ونص، الغداء بين التنتين والتنتين ونص او 3 بالكثير. نفس الشيء للعشاء، واذا انا ما عندي وقت اكل وجبه على طول يكون معي سناك لاكله بوقت الغداء او الترويقه. مثل ما عم بتقولي انت انه قله الاكل اذا الواحد بياكل اكثر من 5 ساعات، وكمان كثره الاكل. كثرة الأكل إذا الواحد عنده مشكلة بالهضم، ووقتا نقول كثرة الأكل تبين أنه الأطعمة اللي أكثر شيء بتطول لتنهضم وممكن تزعجي، الأطعمة اللي فيها دهون كثير بدنا نجرب نخففها. الأطعمة لسوء الحظ بقول اللي فيها فايبرز كثير أو ألياف، للأشخاص اللي عندهم نفخة غازات أو عندهم ما يسمى بالمصران الغليظ أو الإريتبل باول سيندروم، لازم يخففوا من الألياف. اللحوم أصبر يعني هيك بصفي بدنا نقول لحوم اصبط، ما رح اقول اصبط بس انه يمكن ما رح تتوجع. بس بهيك حالات مثلا فينا نقل الخضره المطبوخه، في يعني خبز خالي ما بيضر، بدل ما ناخذ خبز خالي ميرسي جوزيف بناخذ الخبز القمحه الكامله، لان خالي بيكون الخبز اللي منضاف له نخالي منضاف له فايبرز، بناخذ القمحه الكامله او ما يعرف بالحبه الكامله، فيها تكون قمحه، فيها تكون شوفان، فيها تكون شعير، اي نوع من هالحبوب. وهدول طبعا نصايح سريعه، بس كثير مهم انه انا اعمل مثل اجنده اكتب فيه كل يوم شو عم باكل وقد ايه عم بنوجع وقد ايه عم بيصير في عندي نفخه. بهالطريقه انا ببين مع الاشياء اللي عم تزعجني وقفها او خفف منها، مع العلم طبعا انه بعض الاشخاص بينزعجوا من العدس مش من اللوبيا الخضراء، بعض الاشخاص بيقدروا يهضموا الحمص بس مش الفول. من هيك منضل نقول كل واحد هو رأي بنفسه، بس اهم شيء ننتبه على الاشياء اللي قلتها قبل شوي. يعني في زيد نصيحه تفضل، اللي هي على يعني تجربة خاصة وبسمعها من اللي حوالي دايما، انه كبيتين مي على الريق قبل ما تاكلوا كمان بيساعدوا ليمشوا كمان المعدة للأشخاص يلي بتكتم معدتهم، يلي والنفخة بتخف، يلي ما بياكل يلي ما بتظهر معدته مزبوط كمان مع انه وصفة اليابانية بتقول 4 كبيات بس ما حدا في يعملها. بناخد اتصال. الو الو بونجور، صباح الخير سعاد، كيفك؟ فينا نحكي مع الدكتورة كارلا؟ أكيد، تفضلي سعاد عم تسمعك، شو سؤالك؟ لو صباح الخير. أهلا أهلا سعاد، تفضلي. أنا بال 52، أنا بال 50 ووزني 80، وبدي أعمل روتين ما عم بقدر،
وبالليل عم بيقولوا لي بالخبز قال ما لازم اكل، بقلل انا وباكل خبز اسمر. اوكي. بضل انه عندي بطن. اوكي. اوكي يا سعاد. هلا طبعا الواحد وقت يكون قطع الخمسين بياخد وقت اكتر لحتى يخسر من وزنه، بس مش ما بيخسر بالمرة. هلا ما بيكفي انه الواحد ما ياكل خبز المساء، يمكن فيك تاكلي شقفة خبز نص رغيف من الحجم الصغير لحتى ما تلقمشي اشياء تانية. كتير من الاوقات جوزيف منقرر ما ناكل خبز المساء، ما نتعشى، منصفي جوعانين وعم نضل عم نلقمش، بصير باكل كمشه بزر من هون، بصير باخذ شويه تشيبس من هون، حبه كعك بسكوي، هدول كلهم اضرب اذا فينا نقول من شقفه الخبزه يلي ممكن اكلها عند المساء اذا هي رح تشبعني وما تخليني اكل اشياء ثانيه بعدين. هي الكميه بتاثر كثير، وقت نحدد الكميه ونحدد النوع، يعني مش ضلني جوعان كل شوي نقرش. بس حلو عشية اذا واحد سهران ينقرش يعني. اكيد حلو، بس يا جوزيف اذا انت عم عندك وزنك 80 كيلو بدك تخسر من وزنك وما عم تقدر تخسر من وزنك، سوري اسمح لي ما بدك تنقرش. انا مبسوط انا بس هلا عم جاوب على سعاد متر 80 ووزني 85. برافو. ايه بس هلا عم جاوب سعاد. سعاد لا اوكي انت نقرش قد ما بدك استفل. بس يا سعاد بفهمك، يا سعاد بفهمك. بقى من هيك يا سعاد فيك تاكلي خبز كميه صغيره، مش هي اللي رح تخليك يزيد من وزنك او ما تضعفي، هو النقرشات اللي نحن بناكلها بدل ما ناكل وجبه مضبوطه. او في كثير سيدات بيقولوا لي انا ما بتغدى ما باكل شيء، بس وقتها تعدل لك شو بتاكل من الساعه 11 للساعه 6 لان هي بلا غدا، لا بليز تغدي مثلا. يعني انا اذا اكلت أربع حبات كوسة مع كاسة لبن وصحن سلطة أحسن من ما أكون شقفة جبنة من هون، كمشة بزر من هون، ثلاث أربع كعكات من هون. أنا بستمتع شغلي وأنا أكيد منها، أنت شخص بشهي على الأكل، إنه عم بحكي عن الأكل. خليني آخذ ميرفت. ميرفت صباح الخير. مرحبا، صباح الخير. صباح النور، كيفك ميرفت؟ منيحة. يلا تفضلي، شو سؤالك لكارلا؟ فيني احكي مع مدام كارلا؟ ايه طبعا. يلا صباح الخير مدام كارلا. انا صباح طلعت بزوز انت طالعه. تسلمي تسلمي. طب ليكي مدام كارلا، عندي مشكله بس بدي لك شغله على اساس حلو، مثلا جاتو يعني مثل جاتو قديش فيني اكل من حسب الجاتو؟ ما فهمت شو السؤال؟ الجاتو؟ ايه شو بدي اكل؟ قديش فيك تاكلي جاتو؟ اوكي إيه؟ اوكي اوكي يا ميرفت، لكن بالنسبه للحلو عاده او الجاتو بصوره خاصه، طبعا في عندك عده اصناف جوزيف. عندنا الجاتو يلي فيه بقلبه كريم وزبده، عندك الجاتو الناشف، عندك عندك جاتو بالشوكولا او جاتو الساده. هلا ليك كيف بدنا نحسبهم؟ عاده انا بفتح كف ايدي أوكي. وبقول انا بدي اخذ قطعه جاتو مبينه قد كف ايدي انا، مش كف ايد جوزيف. فرجينا كف ايدك جوزيف. لا 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 كف ايدي انا، بس انا مربع قد كف ايدي. لا شو كل واحد على كف قد كف ايده، كل واحد قد ايه بيطلع له. انا قد كف ايدي هو للكل بيقدر ياخذها. هلا بعدين بنشوف. وبعدين اكيد السمك ما لازم يكون اكثر من اصبع واحد. اكيد بفضل انه ميرفت جربي تاخذي الجاتو يلي بنعمله بالبيت يلي بلا كريم، يعني بنحط طحين. بتعرفي الانجلش كيك جوزيف اوقات فخ، لانه في بعض وصفات للانجلش كيك فيها كميه زبده هائله. من هيك بفضل انه ننتبه نقول الكيك اللي مثلا بنعمله بالبيت مع طحين وبيض وحليب، ممكن نحط كاكاو، ممكن نحط شويه زيت اورانج مع شويه زيت. في مره عملت لي انت جاتو على زيت، كان حاطط فيه زيت كان كتير طيب، وبفتكر ما حطيت اكثر من ثلاث ارباع كبايه الزيت، يمكن لثلاث كبايات من الطحين. صحيح. اذا انا ذاكره يعني وقت نحط يكون عندنا مثلا ثلاث كبايات من الطحين لكوب من الزيت او اقل، بينعد هيدا الكيك خفيف. نفس الشيء للسكر، ما لازم يكون عندنا كميه السكر قد كميه الطحين بقلب الجاتو، يعني دائما لازم يكون السكر اقل شوي من الطحين لحتى هيدا طريقه بس ليبين معنا دغري اذا الجاتو خفيف او لا، وما يكون في اكثر من بيضتين. عادة كل ما كان ثلاثة وأربعة بيض يعني
دسمه شوي. انا اعتبر حالي المستفيد الاكبر انه دائما من وجودك يا مدام. ناخذ جورجينا. جورجينا صباح الخير. جورجينا يا جورجينا. الو الو بونجور. بونجور جورجينا، شو سؤالك لكارلا؟ بدي اسالك، انا عامل عمليه مراره بس بضهري يفوت على الحمام. ايه بدك تخففي من اكل الدهون يا جورجينا، يعني بدك قد ما في. قد ايه صار لك عامله عمليه المراره؟ اوكي هلا اجمالا شهر ونص. كثير مهم انه توقفي كل الدهون بالوقت الحاضر، لانه بعدم وجود المراره عاده المراره وظيفتها انه تعطينا هالبايل او هالماده اللي بتخلينا نهضم ونمتص الدهون. وقتها شلنا المراره العصاره اللي عاده مسؤوليتها تمتص او تهضم الدهون مش موجوده. مع الوقت الجسم بيتعود، بس هلا لانه بعدك طازة. يعني طازه عامله العمليه، بدك توقفي قد ما فيك كل شيء فيه دهون. انت وقت تحكي دهون يعني زيت وزبده كل شيء كل شيء، وسكر وشوكولا وكل هودي؟ لا سكر، لا كسكر بس، انه شوكولا في زبده يعني شوي. بس انا في اعمل مثلا بعد نحكي جاتو انا وياك، فينا نعمل جاتو ما نحط فيه مثلا زيت، نحط فيه لبن لنقول، او نحط فيه عصير هاد يطلع ناشف اكيد. بس هلا بهالوقت بالوقت الحاضر لان عامله عمليه المراره هلا جديد، لازم تبتعد عن كل الدهون، لانه هيدي وظيفتها بالجسم. مع الوقت بيتعود الجسم، مع الوقت بيتاقلم جهاز الهضم وبيصير بيقدر يتحمل الدهون، بيقدر بيظبط، بيلاقي روت ثاني او بيلاقي طريقه ثانيه لحتى يهضم الدهون بنفس الكميه، بتصير تدريجيه وبترجع طبعا الكميه طبيعيه. بس هو احسن بالاول تخفف لانه احسن تضعف يعني. في عنا سؤال من الهام بنمرقه بسرعه، عم تسالني عن الشوربه لان جاي البرد والشتويه، وشو بشو فينا نبدل الكريم فريش بالشوربه. بقول لها انا اجمالا اذا ما جبت الكريم فريش اللي بيكون 5%، في 12% كمان مش بطاله، بس كل ما نزلنا بالدهون كل ما احسن، نستعمل حليب. الحليب بدل الكريم بقلب السوب بيعطي تقريبا نفس النتيجه. طبعا يلي معود يشرب سوب فيها كتير كريم فريش رح تفرق معه طعمة وقت يحط الحليب، بس مع الوقت بيتعود. وعم بتقلي يا ريت في اعمل شوربة صحية مع الشيف. اكيد ليه لا، شيف سمعت بدنا شوربة صحية next time الحضير. على كل حال بقول انه شوربة العدس يلي ما بدها كريم فريش وشوربة الخضرة من اصح انواع الشوربات يلي فينا ناخد. ايمان من الكويت اخر اتصال، ما في كتير وقت. صباح الخير ايمان. الو صباح الخير، كيفك ايمان؟ الحمد لله تمام جوزيف. تفضلي. في احكي مع كارلا؟ اكيد. يلا ايمان. كيفك مدام كارلا؟ تفضلي. حبيبتي انا بس بدي اسالك سؤال، انا موظفه. اخر فتره عملت انا فحوصات، طلع عندي الكوليسترول الدهون الثلاثيه عالي كثير، وكمان الكوليسترول عالي بس الدهون الثلاثيه اعلى يعني منها. نعم. وانا مشكلتي يعني انا هلا وزني 59 وطولي متر و58، يعني انا ضعيفه ماني تخين. نعم نعم. بس مشكلتي انه انا بروح من الدوام بسيارتي وبرجع على البيت، بس ما بمشي. معقوله انه يكون يعني من عدم المشي؟